مرحبا أصدقائي الحلوين، وأهلا فيكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي كسكول. في حلقة اليوم مثل ما عودناكم رح نقضي مع بعضنا أحلى الأوقات من خلال التجول مع الأصدقاء والأطفال في أماكن مختلفة وفقرات مميزة. كل واحد منا عنده اهتمامات معينة، وإحنا من خلال برنامج كسكول منحب نتعرف على هواياتكم وإبداعاتكم المختلفة لنشارككم ونعرفها لكل الأصدقاء. وبإمكانكم تشاركونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك اللي بيظهر في أسفل الشاشة. بالبداية خلينا مع بعض نروح ونشوف شو المدرسة المميزة والأحلى بعيون أصدقائنا طلاب المدرسة، وشو أهم ما يميز المدرسة. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الأطفال من فقرة مدرستي أحلى. أنا اسمي ميس علاء الدين جبر، وزميلتي اسمها فاطمة الزهراء، واليوم نورجيكم ليش مدرستي أحلى. مدرستي أحلى لأنه فيها أشياء كتير حلوة بتميزها عن غيرها من المدارس، كوجود تعلم اللغة التركية، وحابة أحكي لكم هوش جاردينز. وبلا ما نضل نحكي كتير خلونا نروح نشوف مع بعض، ويلا. ميس، شو رح نشوف هلا؟ مختبر العلوم. طيب شو رأيك قبل ما نشوف مختبر العلوم نروح نشوف الكشافة؟ برضو بصير. طيب احكي لنا شوي عن مختبر العلوم. احنا نشوف الكشافة. ماشي. وهلا بدنا نتعرف مع مجموعة من الطالبات التركية على اللغة التركية، وبدي أسألهم عن أساميهم. سنين أضنة. بن مقدم رفدة السعدة. سام. حنين أبو بكر. سام. بن مقدم رؤى أبو الهيجة. وهسا بدها تحكي لنا رفدة عن اللغة التركية، وحنين بدها تترجم لها. شمدة تركية كونسون جيلنجا بيز يدنجي صنفتان بري تركية أوراني يوروز شمدة دا أننجي صنفتايز تركية çok iyi biliyoruz. Geçen sene Türk hükümetinden ve TİKE kurucu bizi destekledi ve Türkiye'ye gittik. Çok mutlu olduk, çok memnun kaldık. Biz Türk Cumhuriyeti'ne ve TİKE kurucu çok teşekkür etmek istiyoruz. Özellikle iki hocalarımızdan, onlar da Ozan Karagöz ve Necmi Çitin. Çok memnunuz Türkçe konuşmaktan. بلشنا احنا نتعلم اللغة التركية من الصف السابع، واحنا هلا بالصف العاشر. والسنة الماضية الحكومة التركية دعمتنا وطلعتنا على تركيا، رحنا انبسطنا كثير هناك. بنشكر مؤسسة تيكا والحكومة التركية، ونخص بالذكر الأستاذ نجمة التشتين وأوزهان كاراغوز اللي علمونا اللغة التركية، وشكرا كثير. وهلا زميلتي رؤى بدها ترحب بطاقم تلفزيون فلسطين. Filistin televizyonu hoş geldiniz. Hoş geldiniz okulumuzda Cenin Türk Kızları Okulu ve sizi çok teşekkür ederiz. وطبعا زي ما شفتوا زميلاتي عرفوا عن حالهم بالتركي، وحابة أحكي لهم çok teşekkür ederiz. هلأ أعزائي الأطفال نتعرف على مواهب أخرى. إيش اسمك؟ جنى. من أي صف؟ صف الخامس بالأساسي. إيش هي هواياتك؟ السباحة والدبكة. سمعت إنه عندك في هوايات أخرى، مثل إيش؟ تقديم المسرحيات والجمباز. فزت بمسابقة أو بإشي؟ فزت بالسباحة بنوع الظهر السباحة، وأخذت كأس بالمركز الثاني، وهذا هو الكأس. شطورة، مين شجعك على انك تتقدمي في السباحة وتصيري شاطرة وجبت المركز الثاني؟ أهلي وماما وبابا والمدرسة. وهي هي سياسة المدرسة التركية، بتشجع المواهب اللامنهجية.
وهيك بنكون أعزائنا الأطفال شفنا جزء من النشاطات اللي موجودة داخل مدرستي مدرسة بنات جنين التركية، وأنا وصديقتي مايس بنحب نحكي لكم إلى اللقاء. لكل الأصدقاء اللي عندهم اهتمامات موسيقية مثل ما عودناكم في كل حلقة رح نروح نتعرف على آلة موسيقية، خلينا مع بعض نروح ونشوف. البزق آلة موسيقية وترية خشبية تشبه العود، ذات عنق طويل وجسم أصغر من العود، وكانت تسمى عند العرب قديماً باسم الطنبور. آلة البزق شبيهة بالساز التركي والبزوك اليوناني، لكنها تختلف عنهم. تعتبر آلة البزق إحدى الآلات الموسيقية الرئيسية التي ركز الإخوان رحباني استخدامهما عليها. آلة البزق لا تعتبر آلة تقليدية في الموسيقى العربية أو الموسيقى التركية، لكنها تدخل ضمن الآلات الموسيقية. تعتبر آلة البزق ذات شخصية خاصة من حيث الشكل والمضمون، والبزق تسمية حديثة ظهرت في القرن العشرين، وهي مشتقة من كلمة بوزوكي، وهي آلة الطرب المعروفة في اليونان. أجزاء آلة البزق: القصعة، وهي الصندوق المصوت للبزق، وتصنع من أضلاع خشبية منقاة رقيقة وجافة تماماً من خشب خاص مثل الصاج الهندي أو الجوز التركي أو الآرو أو الزان أو البلوط أو السيكامور أو التفاح أو الصنوبر، ويتراوح عدد أضلع البزق ما بين 13 و17 ضلعاً. الوجه: يغطي الصندوق المصوت بغطاء خشبي ناعم أملس، يصنع من خشب البياض أو خشب الشوح، ويسمى الصدر أو الوجه. الشمسية، وهي فتحة مستديرة تساعد على زيادة رنين الصندوق المصوت وتقوية صوت البزق. المشط أو الفرس، قطعة خشبية على شكل شبه منحرف تلصق رأسياً على وجه البزق بين الشمسية وقاعدة البزق. الرقمة، قطعة من الخشب الرقيق، وهي قشرة تلصق على صدر البزق بين الفرس والشمسية لحماية وجه البزق من تأثير اصطدام الريشة عند العزف. الرقبة أو الزند، وهي الجزء العلوي للبزق وأهم أجزائه. المرايا، وهي الزينة الموضوعة على الجزء المسطح من الرقبة، وهي قطعة من الخشب الرقيق أو العاج، وتكون مثل مقاسات الرقبة وسمكها حوالي 2 ملي. الحجاب، وهي قطعة من الخشب الرقيق أو العاج تلصق على وجه البزق بين الرقبة وبداية الوجه. البنجق أو الرأس أو الجزء النهائي بعد الرقبة، وهي عبارة عن قطعة من خشب الجوز أو ما يعادله، وتخرط على شكل هندسي وتثبت عليها مفاتيح أو ملاوي. المفاتيح وعددها 4، تستعمل لربط أوتار البزق وتسويتها. مربط أوتار البزق، عبارة عن قطعة خشبية أو معدنية مثقوبة 4 ثقب ملتصقة بالكعب، تثبت فيها أطراف الأوتار. والأوتار، وهما وتران مزدوجان مصنوعان من المعدن. أحياناً في بعض السلوكيات أو بعض الأشياء ما بنكون عارفين إذا كانت مناسبة أو غير مناسبة، أو ما بنكون منتبهين إذا هي صح أو خطأ. لهيك صديقنا عبد الوهاب بكل حلقة بحضر لنا نصيحة بتمنى أنا وإنتوا نستفيد منها. مرحبا أصدقاء الأطفال، اليوم رح أحكي لكم عن مساهمتكم في أعمال المنزل. في بعض الأصدقاء بفكروا إنه أعمال المنزل فقط مقتصرة على أولياء أمورنا، يعني الماما والبابا أو خواتنا، مع العلم إنه في بعض الأعمال ممكن إحنا نساهم فيها. طبعا أنا بحكي عن الأشياء اللي فيش فيها مجهود بفوق طاقتنا واللي فيش فيها إشي يخطر علينا، يعني مثلا ترتيب سريرك،
ترتيب بأواعيك في الخزانة. أعمال المنزل غير مقتصرة على الإناث، فيش فرق بين ولد وبنت، كله بيساهم في أعمال المنزل. وهذا مش عيب، في ناس بتفكر إنه أعمال المنزل عيب للولاد، هذا تفكير خاطئ. فيش إشي اسمه هذا عمل مخصص للبنات وهذا عمل مخصص للولاد. لهيك أصدقاء الأطفال بحسكم تتعاونوا مع بعض في أعمال المنزل حسب قدرتكم ومع إشراف الوالدين. وإلى اللقاء. العقل السليم في الجسم السليم، والرياضة هي مدخل مهم لحفاظنا على أجسامنا وكمان عقولنا، وغير هيك هي نشاط ممتع، وخاصة إذا كل واحد فينا اختار الرياضة اللي بيحبها. بما إنه كل رياضة إلها أهميتها، أنا وياكم بكل حلقة رح نتعرف على رياضة مختلفة، وهلأ رح نروح مع بعض لحتى نتعرف على رياضة اليوم من كسكول. في عنا من 2015 لليوم 300 طالب، في منهم مستويات، يعني في طلاب صاروا 4-5 مستويات ودرجتهم متقدمة. من فترة لفترة احنا بنعمل بطولات تنشيطية داخلية، الأطفال والشباب أو الفتيان بحبوا هاي اللعبة كتير. وبلشنا احنا أول إشي على مستوى ضيق، وبعدين صارت منتشرة عنا في البيرة، وتقريبا احنا في عام مستوى الضفة أكثر نادي موجود فيه طلاب وبحبوا هاي اللعبة ومستمرين فيها. إني بحس الاحترام إلي وللخصم اللي بلعب ضده، احترام متبادل، عشان لما نحرك القطع بهدوء، احترام متبادل. بتدرب عشان زي ما حكيت أطلع وألعب بطولات، وفي يوم السبت أطلع ألعب بطولة. بشجع العائلات الفلسطينية على أنه تعلموا أولادهم لعبة الشطرنج، لأن هذه اللعبة هي لعبة ذهنية عقلية ولعبة رقعة استراتيجية، وبالتالي يعني ولعبة كذلك فيها منافسة وفيها تمرين للذهن. وأنا اكتشفت أنه حتى مستواهم العلمي يعني أو يزداد مع تعلمهم للشطرنج، وكذلك يعني لعبة الشطرنج خاصة اللعبة الثنائية تقلص من استخدام الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية التي أصبح الأطفال في هذا الوقت مدمنين عليها. في عنا عدة بطولات بتصير في فلسطين، بتبلش ببطولة فرد الرجال، بطولة فرد النساء، وبطولة الفئات العمرية للأطفال، بتقسم للفئات من تحت 20 تحت 18 لغاية تحت 8 سنوات، واللي بفوز في هاي الاستحقاقات الداخلية بيشارك في اسم فلسطين في البطولات العربية والآسيوية والعالمية. أوقات سعيدة أنا شخصياً قضيتها برفقتكم ومرافقة الأصدقاء من خلال فقرات كسكول المنوعة. بتمنى تكونوا انبسطتوا، رح أودعكم وإن شاء الله بنلاقيكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد. إلى اللقاء.